وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. زي ما قلت لكم النهاردة معادنا مع المناظرة، والمناظرة حول أداء مجلس الشعب. هل أنت راضي عن أداء مجلس النواب؟ ده كان سؤالنا على تويتر وفيسبوك. النسبة ودي نسبة مش معبرة لأن الأعداد مش كبيرة فما نقدرش نقيس عليها. 7% بيقولوا نعم، 93% بيقولوا لا. معايا ضيفين عزيزين، النائب البرلماني الأستاذ ضياء داود، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ خير. والنائب البرلماني الأستاذ محمد أبو حامد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتني يا فندم. أهلا بحضرتك. إحنا في المناظرة هطرح تقريبا 8 أسئلة على حضراتكم، كل سؤال إجابته دقيقة ونصف. بعد نهاية السؤالين ممكن من حق كل واحد فيكم انه يعلق او يعقب نصف دقيقة فقط، وفي نهاية المناظرة كل طرف هيسأل الاخر سؤالين. ولنبدأ. السؤال الاول خاص بحضراتكم انتوا الاثنين، استاذ ضياء واستاذ محمد. هبتدي من عند الاستاذ محمد. استاذ محمد، هل ترى ان البرلمان حاليا يعبر عن الشارع المصري؟ خلينا اقول انه نتيجة انه البرلمان وكل السلطات اللي اتكونت بعد الثورتين يعني هي جت على تركة، من وجهة نظري تركة معقدة جدا من المشاكل والمتراكمة لسنوات طويلة. فالمواطن غالبا بينظر ان حضرتك تعبر عنه اذا انت قدرت انك تعالج المشاكل الكتيرة اللي بتواجهه. لو حضرتك ما قدرتش تعالج المشاكل دي حتى لو كان لسبب وجيه او اتأخرت في علاجها فهو بيعتبر انه انت لا 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 تعبر عنه. لو حضرتك سألت السؤال ده لأي مواطن، مش عن البرلمان بس، عن اي صاحب سلطة سواء كان معين او كان منتخب، هيقول لك لا، او يبتدي يقول لك ده المشاكل واللي حاصل والى اخر ذلك يعني. فأنا من وجهة نظري أنه من ناحية الحقيقة وأن البرلمان شغال بأولويات وأهداف مترتبة ترتيب متفق مع المصالح العامة للمواطنين، هو معبر عنه حتى وإن كان لسه المواطن مش لامس ده. من ناحية المواطن ورد فعله على مشاكله اليومية، هو أنا ما أظنش أنه حاسس أنه أي حد بيعبر عنه إلا لما يحلله مشكلة اليومية اللي بتقابله كل يوم. لكن على المستوى الاستراتيجي إنجاز التعبير، على مستوى ترتيب أولويات الحل، هو البرلمان بيحل مشاكل المواطن ولكن بترتيبة استراتيجية قد تكون مختلفة شوية عن اللي المواطن شايفه. تمام، انت بالظبط يعني كان فاضل لك 7 ثواني. استاذ ضياء، لك نفس الاجابه، وبتبقى على الشاشه اللي هناك النقاط بيقول لحضرتك عشان تبقى عارف الوقت بتاعك، اتفضل. يعني حقيقة قولا واحدا وبوضوح ودون أن نكون متحاملين على هذا المجلس، قولا واحدا، لم نلبي طموحات المصريين حتى الآن. منذ أن أدينا اليمين الدستورية في 10 يناير 2016، انتظر من المصريون حل الكثير من المشاكل. احنا استلمنا بلد في 10 يناير 2016 تنفيذا لخارطة طريق انتهت بوجود برلمان اجريت من خلاله انتخابات ديمقراطية حقيقية. كل الناس تتوقع ان احنا استلمنا الدولار سعره 8 جنيه 88 قرش مسلمينه للبلد في يومنا هذا بقرابة 19-20 جنيه، 18 جنيه. حجم التضخم اللي موجود 300-400%، فرص العمل لم تتوفر، مناخ استثماري لم يتحقق، جلب استثمارات أجنبية لم تحدث، معاناة الناس تزيد يوما بعد يوم. دي مسؤولية الحكومة ولا البرلمان؟ طبعا احنا النهاردة وفقا للدستور شركاء للحكومة في وضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بوضع سياسات العامة للدولة. الدستور بيقول كده، كون ان احنا ما عملناش ده وصايرنا الحكومة من خلال الأغلبية في البرلمان، رغم ان احنا استوقفنا الأغلبية باستصراخ ضمائر وطنية بان احنا من بداية بقى يعني قانون ضريبة القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، تحرير سعر الصرف الذي لم يعرض على البرلمان، اتفاقية القرض التي عرضت بعد ان اقترضت الحكومة، كل الأعباء التي تحملها المصريين، ارتفاع أسعار كل شيء بما فيه المية والكهرباء والخامات الأساسية الداخلة في الصناعة، كل هذه الأمور أدت في النهاية إلى المشهد اللي احنا. هل هناك أي رغبة في التعليق؟ حضرتك قلت اظن نص دقيقة. هو بس الفكرة في حاجة انه يعني انا وجهة نظري انه جزء كبير من مسؤوليتنا تجاه المواطنين ان احنا نحطهم في كامل الصورة، وكامل الصورة انه سواء رئيس الجمهورية او البرلمان او الحكومة
هي ورث تركة مشاكل اتكونت في سنوات طويلة جدا. يعني النهاردة لما يجي حد يقول اصل مشاكل التعليم زي ما هي مشاكل التعليم دي اتكونت في السنة او اللي احنا اشتغلنا فيها ولا ده شيء تراكمي جاي من سنوات بعيدة يشمل منظومة التعليم ككل؟ نعم، فات نص دقيقة. عندك اي تعليق على كلام؟ لا، انا قلت ما لدي بالنسبة للسؤال. طيب استاذ محمد ابو حامد، مجلس النواب متهم بارهاب المعارضين واحاله النائب هيثم الحريري بالامس الى لجنه القيام، خير دليل على ذلك، فاذ لم يستطع النائب ان يعبر عن رايه داخل البرلمان اين سيعبر عن رايه؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه من دور الانعقاد الاول، وكان يعني بتحصل مواقف فيها انجاز التعبير شد وجذب ما بين رئيس المجلس وما بين نواب المعارضه، وانا طول الوقت كان عندي اشكاليه وحابب ان المواطن يشوفها زي ما انا شايفها. يعني ان حضرتك معارض بتقول انا رافض الشيء الفلاني عشان كذا وكذا وكذا وكذا، ده امر، لكن ان حضرتك احنا مثلا بنناقش موضوع والتصويت ما جاش في صالح وجهه النظر اللي حضرتك بتتبناها، فحضرتك بدل ما تطلع تقول انا كنت رافض مثلا عشان وجهه النظر السياسيه الفلانيه، لا، انت تطلع تقول اصل في اشكاليات في التصويت، اصل في اشكاليات، اصل رئيس المجلس ما هواش محايد، اصل الى اخر ذلك. يعني من ضمن الانعقاد اللي فات، وانا كنت طلبت في مذكره رسميه قلتها حتى في الاعلان، انه اللي يقع في الخلط ده انا كنت بقول يروح لجنه القيم على الاقل تلفت انتباهه ان ما تخلطش ما بين الامرين، اطلع عارض بانك تقول وجهه نظرك المعارضه مبرره باسبابها، لكن ما 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 ما, ما تخلطش ما بين ان انت بتعارض وانك بتتهم المؤسسه. انا اشهد ان الدكتور علي عبد العال في اكتر من موقف طول دول الانعقاد اللي فات والى اخر موقف حصل امبارح، كان في اصوات كتيره جدا بتقول له انه يعني يتم نقل الامر في المشادات اللي بتحصل اللي هي مش معارضه، ده مشادات مخالفه للائحه، انه يحولها لجنه القيم، وهو كان يقول لا، وكان يقول ان انا هستوعبهم اكتر. نعم. استاذ ضياء، تحالف 25-30 متهم بالاعتراض من اجل الاعتراض على قرارات المجلس، والدليل ما قاله رئيس المجلس امس، انتم بتمارسوا السياسه الصوت العالي وبترهبونا. منذ بدايه دور الانعقاد الاول ومنذ ان ادينا اليمين الدستوريه وتكون من اللحظه الاولى تلبيه لاحتياجات الناس تكتل 25-30، ما رفضنا امرا الا طرحنا له بديلا مكتوبا مقدا وفقا للقنوات المتبعه لائحيا داخل المجلس. وهدي على سبيل المثال وليس الحصر، لما انطرح قانون ضريبة القيمة المضافة وكانت ترجمة للمرحلة الثانية من قانون ضريبة المبيعات بالاستهدافات بتاعته عشان ما تخدش في تفاصيلها واستهلك الوقت، طرحنا في المقابل قانون الضرائب التصاعدية، قانون في قضايا المباني اللي الحكومة نفسها قالت ان المستهدف بتاعه من 200 الى 300 مليار، وانت مستهدفك من قانون ضريبة القيمة المضافة لسد عجز الموجود في الموازنة من 30 الى 35 مليار، ولن تستطيع ان تحققها لان الهيكل الضريبي لا يستطيع ان ينجزك في هذه المهمة. ومن ثم كان امامك الخيار الاسهل بانك تلجأ لمن هم معهم الفلوس بالفعل وتحاسبهم وتأخذ منهم لصالح تسديد عجز الموازنة. بما أنك لم تفعل هذا وذهبت إلى الخيار الآخر، كان مؤدى هذا في النهاية أن أنت بتحمل المصريين أعباء. فما رفضنا أمر من خلال وجودنا في تكتلنا 25-30 أو من كل قوى المعارضة اللي مش كلها موجود في 25-30، وإحنا كنا بنفتح حوار دائما حتى مع ائتلاف الأغلبية وبنكلمهم وبنقدم لهم أوراق. الوقت خلص. هل لديكم أي تعليقات متبادلة؟ الأستاذ محمد حضرتك الأول. طيب يعني أنا يعني برضو في الحقيقة حابب أقول في فرق ما بين أن حضرتك تكون بتطرح وجهة نظر في موضوع، وأنه حضرتك بعد ما تطرحه تعتبر أن هو حل وحل أمثل لقضية ما الحكومة قد تكون تناولتها بوجهة نظر أخرى، وتعتبر أن عدم الأخذ بيها معناه أن هم سابوا بديل قابل للتنفيذ. يعني في موضوع الأراضي، في موضوع المصالحات بتاعة المباني، لما كنا أنا آسف في عجالة عشان بس انطرح موضوع هيثم الحريري في ما حدث بجلسة أمس. هيثم اعترض اعتراضا لائحيا على مخالفة لائحية فلم يتقبلها رئيس المجلس، وللأسف
بدأ آخرين ليس من شأنهم أن هم يعترضوا على زملائهم ويمتمنعهم اللائحة من أنه يعقب أو يعلق على كلام زميله داخل الجلسة العامة، اعترض من زملاء آخرين على مطالبة هيثم مما أدى لوجود هذه المشاحنة. تمام، شكرا يا فندم. أستاذ محمد أبو حامد، البعض يرى أن ائتلاف دعم مصر بالذات وأنت عضو فيه دائم التضييق على معارضيه، والدليل خلافك الحاد مع خالد يوسف وأحمد طنطاوي وضياء داود نفسه. يعني خلينا أقول أنه ائتلاف دعم مصر، يعني حتى لو حضرتك شفت عدد الكلمات اللي بياخدها الناس ما بين الائتلاف وباقي الكتل السياسية اللي موجودة داخل المجلس، هيبان بشكل واضح جدا أنه تقريبا الائتلاف بعد ما رئيسه بيتكلم يمكن 2 أو 3 منه بيتكلموا، وبعد كده بيتفتح المجال لكل الأعضاء الموجودين. لما حصل خلافات في وجهات النظر ما بيني وما بين سيادة النائب خالد يوسف أو سيادة النائب طنطاوي، أو حتى في المواقف اللي كنت بيحصل فيها مشادات، كانت بتبقى مشادات سياسية على اختلاف وجهات نظر. يعني وليكن مثلا سيادة النائب خالد شايف ان هو يقول هو كان قصده ايه من النص الدستوري بما انه شارك في لجنة 50، فانا عندي وجهة نظر ان القاعدة القانونية والدستورية تنفصل عن واضعها ولا يستطيع ان يحتكر تفسيرها، واني بعد ما القانون او الدستور بيصدر بتبقى المحكمة الدستورية الوحيدة هي الجهة المنوطة ده، فندخل في انجاز التعبير اشتباكات من النوع ده. يمكن بس في ظل الانعقاد اللي فات، لانه كان الموضوعات اللي بتتناقش كلها من وجهة نظري كانت يعني لها حساسيتها من حيث مدى تأثيرها على استقرار المسار اللي احنا ماشيين فيه كدولة يعني، فكان التعبير عن دوام بحماس. لكن انا فاكر ان سيادة النائب ضياء نفسه كان بيقول يعني انتوا بتتخانقوا وتتسلموا على بعض ولا بتهزروا مع بعض. حضرتك عارف انه يعني انا وخالد جمعنا مواقف كتيرة جدا وقت الثورة يعني. نعم استاذ ضياء، نواب ائتلاف 25-30 متهمين بمغازلة الشباب الموصوف بكونه ثوري. احنا الشباب ده هو المهم بالنسبة لنا، تكلموا وانت تحديدا اتكلمت عن ده، استخدام قضية تيران وصنافير والزج بها في اي حوار، نتحدث عن اي قضية فتيران وصنافير مصرية، وهذا فيه مغادلة وليس موضوعية. يعني السؤال تحديدا اذا كان متعلق بان احنا بنغازل قطاعات معينة من المجتمع، ده مش صحيح. احنا بنخاطب جموع المصريين من وجهة نظرنا، واحنا ما بنحتكرش الحقيقة عندما نتحدث، احنا اصحاب وجهة نظر، ووجهة النظر دي نسبية الصحة، تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. وعلى فكرة يعني اللي يعمل قراءة متأنية للانتخابات البرلمانية، تقريبا عزف الشباب الذين شاركوا في 25 يناير عن ان هم ينزلوا مصوتين لا لينا ولا لغيرنا، بل بالعكس هم النهارده بيتهمونا بالتخاذل بوجودنا داخل البرلمان نتيجة ان البرلمان لم يؤدي الاداء المأمول منه، وانهم اصحاب وجهة النظر الصوابية عندما قرروا ان يقاطعوا الانتخابات. واحنا اللي كنا بنؤكد ان الخيار الديمقراطي والمشاركة في العملية السياسية لبناء مصر جديدة بعد ثورة في موجتي 25 و30، هل هذا الكلام فيه مغازلة؟ هل فيه كلام فيه دغدغة لمشاعر؟ من اللي بيتابع السوشيال ميديا وبيتابع تعليقات الشباب اللي منتمين لهذا الطيار من المهتمين بالعمل العام، عارفين انه موقفهم ضد البرلمان واضح عن اي مغازلة تكون. بالعكس احنا بنخاطب كل المصريين بكل الانتماءات، حتى دعم مصر. احنا يعني امبارح واحنا بنناقش قضية من القضايا المهمة جدا ومتعلقة بالهيئة العليا للانتخابات، بعد ما سمعت كلمة النائب محمد ابو حامد نزلت وسبت مقعدي وتوجعت اليه عشان احييه على الموقف اللي هو تمسك فيه بالاشراف القضائي. هل هناك تعليق؟ انا بس كنت حابب اقول انه يعني في عشان سيادة النائب برضو ذكر موضوع سيادة النائب هيثم، يعني انه يعني في الحقيقة انا شايف انه طريقة التعبير عن رغبته في الكلمة كان فيها يعني من وجهة نظري انا يعني خروج عن اطار اللائحة، خاصة كمان لما يكون في اتهام لرئيس المجلس كان مباشر، يعني انه انت اللي خالفت اللائحة. يعني انا من وجهة نظري ان ده شيء ما كانش لائق انه يتقال بالطريقة دي وبالشكل ده، طبعا دون ان انصب نفسي حكما على تصرفات الزملاء يعني. نعم. ليا نص دقيقة في الموضوع ده. حقيقة عندما يرفع أي نائب هذه اللائحة
أو هذا الدستور وهو حق مقر في لائحة المجلس معناها أن مخالفة ما لائحية أو دستورية تقع الآن في القاعة. ليس معنى هذا اتهام سواء لنائب يتحدث خلف الدستور أو اللائحة أو لرئيس المجلس أثناء إدارته. كان في مادة إشكالية أو مادتين إشكاليتين في القانون المطروح امبارح 15 و16 سجل هيثم طلبا بالتحدث فيهما وعندما طلب منع من الكلام فرفع اللائحة. بشكرك جدا. طيب خلونا نطلع فاصل عشان ما اقطعش الكلام ونرجع تاني. ما زال هناك العديد من الأسئلة بين ضيفي العزيزين ممثلا البرلمان المصري. بحضراتكم مرة أخرى. واصل المناظرة عن أداء البرلمان المصري بين ضيفي العزيزين السيد النائب محمد أبو حامد والسيد النائب ضياء داوود. أستاذ محمد، البرلمان متهم بأنه يعمل لصالح السلطة حيث الدعوات لزيادة فترة الرئاسة، التطوع بتقديم قانون لتعديل قانون الأزهر، أمس قانون الانتخابات، اليوم قانون السلطة القضائية، واللي اعترضت عليه كل الهيئات الممثلة لده. فهل المجلس يعمل ضد الهيئات اللي بتمثل تماسك المجتمع المصري؟ يعني في الحقيقة الكلام ده وانا يعني ارفضه شكلا وموضوعا ومضمونا، لانه هو المجلس قسمه ان يكون بيرعى مصالح الشعب، وكون ان المجلس يعني بيتقدم بمشروعات قوانين من شأنها ان هي تطور او تعالج قوانين قديمة بقالها سنوات طويلة لم ينظر اليها بشكل موضوعي، يعني فهذا لا يعني ابدا انه في اي جور على المؤسسات دي. وعلى سبيل المثال قضية قانون الازهر، لاني انا العامل تعديل قانون 103 لسنة 61 بحكم يعني ان حضرتك يعني الى حد ما احنا اجتمعنا في اكتر من مناسبة يعني، لكن انا وقت ما كان الجماعة الارهابية بتهاجم الازهر، ربنا يعلم ان العبد الفقير كان ليه موقفه الواضح جدا في الدفاع عن الازهر، واهتمامي بقضية تطوير الازهر وتطوير الخطاب الديني ما هوش شيء طارئ ولا جه فجأة. وفكرة ان دوان بيخدم السلطة او ما شابه، حضرتك تعلم ان لما طلعت اصوات تقول كده السيد رئيس الجمهورية اجتمع بفضيلة الامام الاكبر قبل مؤتمر الازهر الاخير وقال له في عبارات واضحة جدا ان الازهر له مكانته وله احترامه الى اخر ذلك. انا اللي قلته النهاردة في القاعة انه انا يعني ازعجني انه مجرد الاقتراب من قانون بعض هذه المؤسسات ولها كل احترام وتقدير قوبل بحالة من حالات الهجوم والاستهجان والاستغراب، وكأننا أتينا بشيء مش من حقنا. التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب، واستعلام رأي هذه المؤسسات هو واجب وحق ليهم وإحنا بنعمله. تمام. طيب أستاذ ضياء هسألك سؤال بشكل آخر. يعني الدستور أعطى مجلس الشعب حق استشارة الهيئات القضائية، لماذا تعترضون على قانون الهيئات القضائية الذي قدم وهيثم الحريري عضو في الائتلاف تقدم بطلب بوضعه في المضبطة أنه لم يعرض عليكم القانون وأنتم ترفضون؟ لا مش إيه اللي لم يعرض علينا؟ القانون بتاع الهيئات القضائية لا هو عرض علينا في اللجنة. لا هيثم قال أنه لم يعرض على الأعضاء. لا يعني هيثم مش عضو في اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وما أظنش أن هيثم قال هذا الكلام. لا ده أنا معايا الخطاب الرسمي اللي بعته. يعني احنا قانون السلطة القضائية تقدم به النائب احمد حلمي الشريف، وفقا للدستور لابد ان يرسل لجميع الهيئات. مجلس القضاء الاعلى لم يجيب ولكن اصدر بيانا صحفيا اكد فيه رفضه على هذا المشروع. احنا لماذا في هذا التوقيت بنخلق ازمات جديدة؟ هل احنا عندنا ازمات قليلة محتاجين ان احنا ندخل مع سلطة من احدى السلطات الثلاث وهي السلطه القضائيه في هذا الخلاف المحتدم، خاصه ان يشوب في الخلفيات والكواليس ان هذه التعديلات لها غرض ما بان يستبعد اسم من هنا او اسم هناك، معناها ان احنا بنعطل اعمال نص الماده 185 من الدستور اللي بتقول ان تقوم كل جهه او هيئه قضائيه على شؤونها. معنى شؤونها ان النهارده مجلس الدوله وهو باعت رده تكلم عن ان أحد أهم هذه الشؤون هي اختيار رؤساء هذه الهيئات. لما
مجلس القضاء الأعلى يرفض ومجلس الدولة ومجلسه الخاص يرفض، لابد أن يضع المشرع وهو صاحب السلطة في إصدار التشريع هذا موضع الاعتبار. لما تجاوز هذا وآتي بتشريع يترتب عليه التدخل معناها أن أنا بفقد الاستقلال. هل هناك تعليق؟ هو لو حركة أزل يعني هو 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 لما احنا بنتكلم عن تشريع يخص أي هيئة من هذه الهيئات بنستطلع رأيها، وفعليا اللجنة أو يعني البرلمان استطلع رأي المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئات القضائية. أنا بس أزعجني حاجة، لما تم الاستطلاع هم ما ردوش بس عملوا مؤتمر صحفي وأعلنوا فيه رفضهم بوجهة نظرهم وكده. طب ألم يكن الأولى ان هم ياخدوا الموضوع بصدر رحب لان احنا بنمارس اختصاصنا، ويبعتوا رأيهم دوما بشكل رسمي مكتوب للمجلس ويقولوا وجهة نظرهم؟ يعني فكرة التعامل بحساسية مع الامر هو اللي مزعج متهيألي اكتر. النص هو لسه ما سألتك. طيب لا انا ليه النص النص بوضعه القائم يعطي الرخصة لرئيس الجمهورية أن يختار من يشاء من أقدم الأعضاء دون من ثلاثة من دلوقتي دون بقى سبعة النص الجديد سبعة. بغض النظر حسني مبارك لم يستطع طوال فترة حكمه أن يتجاوز العرف القضائي بأن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض هو أقدم الأعضاء سنا. في أعراف قضائية النهاردة لما تيجي تعمل تشريع عشان تتغول على هذه الأعراف الممنوع عنك دستوريا ويكون القانون نشوب بعدم الدستورية، يبقى أنا بخالف نفس المادة 185. أستاذ محمد هنرجع لده تاني بشكل آخر، يعني تتهم نواب زملاء لك زي الأستاذ ضياء داود وهيثم الحريري أسفل قبة البرلمان بالتدليس وعدم الشفافية، ده بيعكس حالة من مشاحنات أعتقد أنها خارج نطاق العمل البرلماني. لا هو يعني كلمة التدليس دي أنا ما أظنش أنها اتقالت بكده، لكن هي الفكرة كلها أنه وده أنا قلته علنا يعني. نعم. يعني أنا لما يعني مثالي حتى سيادة النائب ضياء لما بيبقى في موقف أنا بقوله يعني سواء في الإعلام أو لزمايلي، يعني أنا وجهة نظري أنه وقلتها في بداية كلامي، حضرتك كمعارض من وجهة نظري أنا أنك معارض شيء ما سياسيا قانونيا دستوريا، فلما بيحصل في القاعة أن وجهة نظر حضرتك ما بتوصلش لزملائك فبيصوتوا في غير الاتجاه اللي حضرتك بتكون مقتنع به، فحضرتك لو عملت مؤتمر صحفي وهتطلع تتكلم فيه هتطلع تتكلم تقول إيه؟ تقول أنا كنت واخد الموقف الفلاني ورافض الشيء ده عشان أضراره كذا وكذا وكذا وكذا. في 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 أوقات كثيرة جدا كان زملائنا في 25-30 بعد ما تحصل إنه التصويت ما يكونش في الاتجاه وجهة النظر اللي هم بيتبنوها، إن هم يطلعوا في مؤتمر صحفي ويبتدوا يتكلموا على إنه لا ده أصلهم التصويت كان لازم يكون إلكتروني وما ما 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 تعملش، فيبدو انطباع إن كأني في تدليس في التصويت، لدرجة إنه إحنا قلنا للسيد الدكتور علي عبد العال انه طب ما نعكس الامر، بدل ما يتقال الموافقين يقفوا طب اللي رافضين يقفوا، يعني اذا انت بتشكك فتلاقي مثلا انه لما قال اللي رافضين يقفوا بيقف مثلا 10 زملاء ولا اكتر ولا اقل لهم كل احترام، لكن بما يعطي دليل قطعي ان مفيش مشكله في عمليه التصويت وانه الاصوات الرافضه ما هياش يعني مش هيحصل فيها لبس يعني. فده اللي انا قلته، لكن وعلى الرغم من كده احنا اصدقاء ومفيش ما بيننا اي شيء شخصي يعني. تمام. أستاذ ضياء وصفت طلب نائب زميل بمد فترة الرئاسة لست سنوات بإن دي مزايدة. صحيح. وزي ما الأستاذ محمد بيقول هو ده جزء من السؤال، ده برلمان أنتم لا تحترموا رأي الأغلبية إذا كانت اختلفت معكم وبتتعاملوا وبتستغلوا الإعلام للإيحاء بأن هناك توجيه دائما في البرلمان وأنكم أنتم الشرفاء الحريصين على مصلحة هذا الوطن فقط. يعني إطلاقا إحنا لم نحتكر لأنفسنا لا صوابيط وجهة نظر، ولكن من حقنا طالما أن هناك زميل نائب هيقدم مشروع وأعلن عن نيته في تقديم هذا المشروع أن نتناوله، لأن الإعلام بيسألنا وإحنا أحيانا بنخرج لمؤتمرات صحفية لأننا جلساتنا غير مذاعة نصرنا حتى هذه اللحظة ان احنا اذاعة الجلسات، لان الاصلاء في مراقبة اداء هذا البرلمان هم جموع الشعب المصري واحنا وكلاء عنه، فلا يمكن للوكيل ان يغيب دور الاصيل في التقييم. امال لما تتعمل انتخابات بعد 2-3 سنين
هيقيم النواب وادائهم وفقا للعقد الاجتماعي اللي ابرموه ما بينهم وبين ناخبيهم ازاي وعلى اي معيار؟ ده اللي بيخلينا ان احنا لما بنختلف في وجهه نظر، لان احيانا لما بيكون في وجهه نظر احنا بنقولها في المجلس وما بيعلمهاش الراي العام لازم اطلع له، واحيانا لما بنعترض على التصويت احيانا بعض القوانين بتبقى مستلزمه الاغلبيه المغلظه بالثلثين، وبنبقى شايفين بالعين المجرده ان قاع ما فيهاش تلتين علشان تحصل على تمرير هذا القانون، وده مثلا حصل في القانون 32 سنه 2014 وده كان من ضمن القوانين التي عرضت على قرارات بقوانين في ال 15 يوم الاولى لانعقاد هذا البرلمان اللي هو متعلق بتحصين القرارات وعقود الدوله من الطعن، ودوت قانون مكمل للدستور وقانون ذا اثر رجعي وقانون سلطه قضائيه لانه بيرتب اثر على القضاء المنظور امام المحاكم ويستجوب السلسيه، ولم يحصل الا على 57%، فلما نعترض ونطلع نقول ده للراي العام، هذا حق الراي العام علينا ان يعلم مجريات الامور كيف تتم. نعم، هل هناك تعليق؟ يعني انا بس حابب اقول انه يعني فكره انه يتم بيان وجهه نظر سياسيه تجاه امر ده شيء، وفكره التشكيك في الاجراءات انا وجهه نظري ده شيء خطير جدا، لانه في الاخر انه التشكيك في الاجراءات هو اتهام لكل النواب الحاضرين بدايه من رئيس الائتلاف قصدي رئيس البرلمان وامتدادا لكل بقى النواب الموجودين في المجلس يعني، وده خطورته وده اللي خلاني من دور الانعقاد اللي فات وانا بقول لو سمحتوا فرقوا ما بين الامرين دول، قول رايك السياسي ولا كما تريد لكن لا تشكك في الزملاء. بمناسبة ان المعروض النهارده قانون السلطة القضائية وده من القوانين اللي بتستوجب برضه موافقة الثلثين، وقبل ان ننتهي الى التصويت النهائي لان احنا النص اتبعت لمجلس الدولة، تقدمت بطلب اثناء انعقاد الجلسة لرئيس المجلس ان يستوثق لان كان قدامنا مفيش تلتين ومش عارفين ان كان هيصوت ولا لا، فتقدمت له بطلب حتى يكون الطلب معروض عليه ان يتأكد من نسبة الحضور اذا ما لجأ الى التصويت النهائي على مشروع القانون. ده حق ولم يستجب. لا من المسألة ما هو ما كانش فيه تصويت ما كانش فيه التصويت النهائي على مشروع لسه رايح مجلس الدولة علشان الموافقة المبدئية. ففي النهاية احنا حريصين رغم ان احنا اقلية على سلامة الاجراءات. طيب تعالوا نقطع الاسئلة وحضرتك تتكرم وتوجه سؤال للاستاذ ضياء. يعني هم كتير جدا كتلة 25-30 بيبقى ليها وجهات نظر بتعبر عنها وبتقولها وكده يعني في 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 قضايا متعدده يعني. انا بس يمكن في قضيه الاجراءات الاصلاحيه اللي الدوله اخذتها، لان هم كانوا طول الوقت بيقولوا ان دي تعليمات صندوق النقد، او سمعت اكتر من تصريح انها تعليمات صندوق النقد تعليمات صندوق النقد. فانا في الحقيقه بسال سياده النائب انه قرار زي قرار تعويم الجنيه، قرار زي قرار ترشيد الدعم، بالخطوات اللي تم اتخاذها في اتجاه ترشيد الدعم يعني قرار زي القرارات المرتبطة حتى بقبض صندوق النقد، هل يعني سيادة النائب شايف ان البلد كانت ممكن تمشي اي فترة زمنية دون اتخاذ هذه القرارات؟ هل هو يعني بما ان دي قرارات كان هم معترضين عليها واعتراض شديد وبالغ يعني، وإذا كان الإجابة أنه هتكون فإيه البديل القابل للتنفيذ مع الأخذ في الاعتبار أنه أفكار كتيرة جدا كانت بتتقال وكانت الحكومة بتقول إحنا ماشيين بالتوازي في ده، يعني موضوع المصالحات مع اللي هم الناس اللي عليهم ضرائب قالت إحنا ماشيين في ده، بس ده مش هيجيب فلوس دلوقتي لأن الكلام ده فيه تقاضي وأنتوا أكتر ناس عارفين القضاء ممكن يعمل إيه في أي قضية هينظر فيه. موضوع المصالحات إنه مش في كل الحالات هيبقى فيه مصالحات، وفي حالات بيبقى فيها بنى على أرض فيها آثار ولا فيها مشاكل أمن قومي ولا بتاع. كلام السؤال ده فبس خلاص في بقى نص ساعة خلاص كده يعني هو إجمالا النتائج على الأرض حضرتك أدرى مني بيها لأن حضرتك برضو نائب وموجود في وسط أبناء دايرتك، شايف ما قالت إليه الأوضاع الاقتصادية من حالة العجوز، عدم وجود انفراجة اقتصادية حقيقية، مفيش وظائف، مفيش فرص استثمارية حقيقية. أنا كنت أتمنى أن يكون انعكاسات أن احنا نكون غلط وأن كل القرارات التي اتخذت ديت انعكاساتها، أنا أقول لحضرتك حتى وأنا بقى ناصر يعني وبحكم من خلفيتي ديت، لما قامت ثورة يوليو 52 وصدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 52 ترتب عليه أنه 952 ألف أسرة استفادت من هذا القانون، بمعنى
ان الثورة استقر وجدانها في بيوت وفي ضمائر وفي معيشة الناس، فحسوا بالتغيير. الناس مش لازم تحس التغيير في صفحات الجرايد ولا في كلمات النواب، لازم ان تراه في الحارة وفي الشارع وفي وجود مكان لطفل. صحيح كلام حضرتك سليم حوالين ان احنا محملين باعباء طولها 30-40 سنة، ولكن الوصول الى نتائج ملموسة نتيجة السياسات الخاطئة التي اعترضنا عليها على الأرض هي أمر أدى في النهاية إلى الوضع الراهن اللي يعني كل ذي عينين يعفر رجليه بتراب هذا البلد بأنه يمشي في حواليها هيشوف حالة الموت كمدا في عيون المصريين لما قالت إليه أوضاعهم الاقتصادية. سؤالك يا أستاذ ضياء. والله هو السؤال معكوس يعني للأوضاع اللي قالت إليها البلد. هل الاستمرار يا سيادة النائب في انتهاج نفس السياسات اللي اتبعتها حكومة المهندس شريف إسماعيل التي عاشرناها خلال فترة وجودنا من 10 يناير لغاية النهاردة في هذا البرلمان، لو استمرت الأمور إلى ما هي عليه بذات التكاليف وبذات التوجهات الاقتصادية وبالانحيازات اللي انت كنت جزء منها في 25 يناير، ماذا تتوقع من ردود فعل المصريين؟ طيب خلينا اقول يعني انه بداية تعليقا على كلام سيادة النائب انه الوضع صعب والوضع صعب جدا، ولكن هو الفكرة هل احنا لما كنا بنقارن ما بين وضع هيبقى فيه رخاء وما بين وضع احنا وصلنا له صعب؟ لا، احنا القرارات دي لما تم اتخاذها كان نقطة الانطلاق اللي الدولة اتكلمت فيها مع النواب في الاجتماعات اللي عملها رئيس الحكومة ان احنا على حافة فلس. يعني ايه حافة فلس؟ على يعني كما افهمها يعني انه بدل ما المواطن هيقول ده انا باخد مرتب وبيخلص يوم 5 ولا يوم 10 ولا الاسعار غالية، الدولة مش هتديله مرتب اصلا، لان لو الدولة فلست معناها لها تقدر تسدد ديونها الخارجية، وبالتالي يجي بنك باريس او غيره يضع يده على اي شيء يرى انه يضع يده عليه لضمان حقوق الدائنين الخارجيين. وده وضع مهما كانت الصعوبة الحالية وانا بقر بيها وانا بعانيها زي المواطنين، لكن اكيد ما يقارنش بان حد يسيطر على مواردك كبلد. ومن الناحية التانية البلد الدولة ما كانتش تقدر تدفع مرتبات اصلا، فما كانش هيبقى فيه انك انت بتشتكي من غلو اسعار، انت هتقول انا ما باخدش اصلا من الدوله فلوس. فلما احنا اخترنا الخطه الاصلاحيه، وهي مش المهندس شريف اسماعيل، ده جزء من رؤيه مصر 2030، كان انه هو دواء مر لكن البديل عنه ما هو امر منه. ده الحاله. نعم. هل هناك اي تعليق؟ يعني تعليق في عجاله وفي نص دقيقه. يعني هذه الحكومة وفقا لحديث سيادة النائب ان احنا محاملين وفقا لاخر موازنة بخدمة دين سنوية 300 مليار، الحكومة دي اقترضت 12 مليار دولار بخلاف القروض بقى اللي من صندوق النقد العربي والصندوق الكويتي، كل يوم في اللجنة التشريعية بتجيبنا اتفاقيات قروض، الى جانب 4 مليار دولار طرحتهم الحكومة كسندات دولارية في بورصة ايرلندا دون اخذ موافقة مجلس النواب التزاما بنص المادة 127 من الدستور. الحكومة بتخالف الدستور كده عين عينك، وما فيش يعني اي خشة او حاجة من حكاية مخالفة الدستور. استمرار ان انت تخالف الدستور دون ان يأخذ مجلس النواب موقف حاسم تجاه الحكومة ونوجد المبررات لها عند مخالفتها للدستور، هذا الدستور هو المكسب الحقيقي للمصريين بعد الثورة في موجتي 25 و30. حافظوا على دستوركم، نصون هذا البلد. تعليق حضرتك؟ يعني انا يعني الكلام ده احنا كنا فيه النهارده واحنا بنناقش اتفاقيه صندوق النقد، هم الزملاء بيردوا الاتفاقيه للماده 127. صحيح. لو انا فاكر مظبوط يعني. صحيح. على انه قرض، واحنا بنردها للماده 151 على انها اتفاقيه. ولما انا بقول اتفاقيه، احنا الاجراءات الاصلاحيه اللي وردت فيها احنا ما تفاجئناش بيها، ما هي اتعرضت علينا في بيان الحكومه واتعرضت علينا في رؤيه مصر 2030. والنهارده وزير الماليه قال لهم انه احنا ما بنعتبرش ان الاتفاقيه نافذه الا لما مجلس اداره صندوق النقد يوافق عليها، وان ده بمجرد ما حصل الاتفاقيه جت للمجلس. لا في تعقيب اخير. لا ما ينفعش تعقيب على تعقيب، انا اسف يعني لازم نحترم نرجع تاني يعني فيما تبقى من وقت هسمح لكم في الاخر بسؤال وسؤال ايضا يعني.
استاذ محمد ابو حامد، البرلمان متهم بملاحقته القانونيه للصحافه والاعلام، ولدى الاعلاميين احساس بان البرلمان ضد الاعلام، لا يحب الاعلام ولا يرحب بالنقد. والدليل على ذلك احاله الاستاذ ابراهيم عيسى الى التحقيق وما فعله هو راي، ايضا الحديث عن مؤسسه الاهرام ومعايرتها لمجرد انها نشرت شيء لم يرضى عنه السيد رئيس البرلمان. يعني انا متهيألي ان الدكتور علي عبد العال في مفيش مناسبه تقريبا جلسه بتيجي الا ونائب بيقف يقول انه عنده اشكال في انه مش فكره انه الاعلام بينتقد، لان احنا بنشوف القنوات الاعلاميه الموجوده في اي دوله من الدول الخارجيه لما بينتقد يعني ايه نقد سياسي ويعني ايه تسفيه وتجريح وامور قد تصل في بعض الاحيان الى مساحه السب والقذف يعني. وطول الوقت الدكتور علي عبد العال يقول ان حريه الاعلام مكفوله وانه احنا لابد ان احنا نستوعب الكلام ده. الكلام ده في ظل الانعقاد اللي فات اكيد حضرتك تابعت قضايا كتير، وكان وجهه النظر النواب بيقولوها لرئيس المجلس ان ده مش نقد سياسي وانما ده امر يرتقي للسب والقذف، وقالوا له صراحه انه احنا اللي ليه صفه قانونيه انه يعني يوقف الكلام ده باللجوء للقانون. ما انت لما بتختلف مع شخص تجاه شخص سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري في امر، مين اللي هيفصل فيه؟ ما هو القضاء. اذا الامر استمر يعني، هو رئيس المجلس في اكتر من مناسبه قال انه يعني لو سمحتم بلاش، وما قالش على البرلمان بس، ده على كل مؤسسات الدوله، انتقد لكن لا تجرح. في فرق ما بين ان انت يعني تبتدي تمسك الاشخاص وتتهمهم اتهامات شخصيه، وان انت تكون بتتكلم انا مش عاجبني اداء المجلس عشان واحد اتنين تلاته اربعه، لكن ما تبتديش توصف رئيس المجلس والنواب بصفات. فانا متهيالي ان ده مش في اطار مواجهه مع اعلام على قد ما هو مواجهه مع السب والقذف. تمام. استاذ ضياء، الحديث عن احتكار التحدث نيابه عن الدوله وعن الشعب، انتم جميعا ممثلين للشعب، ولكن بدا في الامر ان انتم بتحتكروا ثوره 25 و30 يناير وسميتوا نفسكم هذه الكتله او هذا الائتلاف، فهذا نوع من الاحتكار والمصادره، في حين ان احنا يجب جميعا تحت قبه البرلمان نمثل هذا الشعب، نتفق ونختلف. النهارده انت في مقعد المعارضه، ممكن تكون مؤيد غدا يعني. يعني هرجع لنفس النقطه، انه هذا البرلمان نتاج خريطه طريق، مش برلمان اعتيادي. نعم. ده جه بعد ثوره كبيره بدات في 25 يناير وتم المخاض النهائي بتاعها في 30 يونيو، وتقريبا المصريين حددوا بوصلتهم في مطالب سته في الثوره في موجتيها. فمن الطبيعي مش كانش ان يبقى في تكتل، كان يبقى اسمه برلمان 25 30، لان هذا البرلمان اللي جاء ان يلبي نداءات المصريين في احداث تغيير حقيقي تحت هذه العناوين، ويترجمها لتشريعات ورقابه تقوم الناس تحس ان اللي كانت خارجه بحناجرها في الشوارع بتطالب بيه اترجم في دستور، والدستور بيتحول الى قوانين بتصون الحقوق والحريات، بتوفر العيش، بتوفر الحريه، بتوفر الحياه الكريمه للمصريين، بتوفر السكن، بتوفر لما يكون انت النهارده كنائب ترجع الصبح دايرتك دورك ان انت تدور سكن ايواء، فرصه عمل، بتدور على مكان لطفل في رياض اطفال، في انك تجيب موظفه اتعينت مدرسه في مسابقه ال 30,000 معلم، نقعد ست شهور بنجاهد علشان نرجع بناتنا اللي موجودين في محافظات بلاد الله الخلق الله. هو ده اللي كان يبقى محتاج المجهود؟ الحكومه مستنيه ان ده تبقى مطالب النواب، ولا الحاجات ديت ما كانتش تستغرق اوقاتنا في تلبيه احتياجات الناس؟ طيب انا اولا بأحييكم على هذا الحوار الراقي المحترم جدا، نستطيع ان نختلف باحترام ونطرح وجهات نظر ونفيد المشاهد ويستطيع هو ان يحكم. نعم، تقديرات على تويتر حصل تغيير، بقت نعم 6%، كانت 3%، لا 94%، على ان تراضي عن اداء مجلس النواب. اما فيسبوك بقت 98% لا و2%، وما زلت اصر على ان الاعداد المصوته لا تعتبر شريحه كافيه للتعبير عن الشعب. ساترك لحضرتك تعليق في جمله، حضرتك تعليق في جمله اخيره. يعني احنا جايين فعلا بعد ثورتين، وثورتين كبار وكانوا بيحملوا امال وطموحات، لكن الشيء اللي بيصيبه العطب على مدار 50 و60 سنة
عمرك ما هتقدر في 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 سنه وسنتين تعالجه. انا بعتبر ويمكن ده منظور انا ببص فيه على كل اللي بيحصل، ان احنا ما زلنا في امتداد لمرحله انتقاليه، وانه اللي بنعمله النهارده ده مجرد تمهيد عشان نقف على اول طريق وناخد وقتنا الطبيعي في علاج تراكمات الفساد اللي كان موجود في 60 سنه اللي فاتوا. ما سبناش نبتدي من الصفر، ده حطينا تحت الصفر بكتير، حطينا بديون متراكمه، حطينا بمشاكل متراكمه، حطينا باحنا البشر نفسنا اللي موجودين في البلد حصلت فينا تغيرات ومش كلها ايجابيه. فاحنا عايزين مجهود كبير جدا عشان نطلع نقف عند نقطه الصفر عشان بعد كده المواطن يحس ان احنا ابتدينا. تمام جملتك يا استاذ. الاخيره نعم. هوجه فيها رساله رئيس الجمهوريه. اتفضل. وهقول ان فشلنا في مجلس النواب ان احنا نوقف قانون السلطه القضائيه في انه يتغول على اعمال هذه السلطه. سيادتك الحكم بين السلطات، حافظ على استقلال السلطه القضائيه ولا توافق ولا تصدق على مشروع هذا القانون إن وصل إليك بموافقة مجلس النواب. بشكر حضراتكم، بشكركم جدا، نورتوني. بشكركم. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، ومصر بخير طول ما انتم بخير، وتصبحوا على خير. بعد الفاصل زميلي الأستاذ جابر الألموتي فانتظرونا.